بإذن الله. خلينا بقى ناخد برضو دكتور محمود شاهين. هو طبعا يعني هو بيقول واحنا عارفينه خلاص مفيش حاجه حد يخاف منها يعني انه او يتكسف، اهلاوي صميم، مدير عام مركز التنبؤات وتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. وبرضو قبل ما اسالك اي حاجه يا دكتور، هتروح النهارده الماتش ولا لا؟ لاني عارفه ان حضرتك كنت حابب انك تبقى متواجد كمان. اه طبعا طبعا خير يا باشمهندس كريم، صباح الفل عليكم. صباح الفل يا فندم. يعني انا من اشد المتابعين المشجعين، بس طبعا في ناس على فكره كده جدا، يعني في ناس من كتر ما هي عايزه تركز ما بتروحش الاستاد، بتقعد لوحدها هي والشاشه. فعلا ناس كتير كده. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده، ويكون النهارده باذن الله، النهارده ان شاء الله يبقى بتستنى الفاينل زي ما عملنا مع فرق يا مسهل يا رب. طمنا بقى على الطقس يعني يا دكتور محمود، لان برضو الجو اليومين اللي فاتوا زي ما كان حضراتكم بتنبهونا اخر الاسبوع ان هو هيبقى ويكند شديد الحراره طبعا، وقد كان. هل احنا مكملين الايام دي وهذا الاسبوع بهذا الشكل، ولا هيكون في يعني لطف شويه او يعني انخفاض طفيف حتى في درجات الحراره؟ هو يعني مع بداية الأسبوع انخفضت شوية درجات الحرارة عن الويك إند اللي إحنا شفناه، ارتفعت فيه درجات الحرارة 40 درجة، فبدأنا نكتشف التحسن من إمبارح. إن شاء الله هذا التحسن شوية مستمر معانا لغاية يوم الثلاثاء بإذن الله. درجات حرارة ما بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة. أجواء طبعاً متنسة خلال فترات النهار، الطقس فعلاً حار خلال ساعات النهار، وبيكون معتدل كده في فترات الليل. ان شاء الله برضه الطرق السبيل عن القاهره، فرص الاطفال على مناطق الجنوبيه سواء كان في شمال وجنوب الصعيد، مناطق من السواحل الشرقيه، سلاسل جبال البحر الاحمر، سينا، امطار خفيفه كلها ان شاء الله غير مؤثره، يعني تعتبر اجواء رباعيه خلال الثلاث اربع ايام الجايين ان شاء الله. رائع جدا. يوم الخميس اللي فات يا فندم كان فيه طبعا العاصفه الترابيه اللي ردمت القاهرة وبعض المحافظات، فاحنا هل احنا عرضة للنوع ده من العواصف الرملية او الترابية الفترة اللي جاية؟ هو حضرتك فترة الربيع، احنا طبعا لسه الربيع ما خلصش، الربيع بيخلص 21/6، ففترة الربيع عادة بتشهد حاجة اسمها منخفضات خمسينية. ايوه. المنخفضات الخمسينية احيانا بتكون عنيفة واحيانا بتمر مرور الكرام. عنف هذه المنخفضات بيتمثل في ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة زي ما شفنا وصلت 40 درجة مئوية. نشاط رياح قوي في الصحراء الغربيه، هذا النشاط يؤدي الى اثاره لجمال الاتربه بشكل كبير. يعني مش دايما هذه المنخفضات بتكون قويه، يعني برضو على سبيل المثال مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله من الاربعاء والخميس والجمعه هناك منخفض اخر 50 في الصحراء الغربيه، لكن طبعا قوته حتى الان لم تظهر بالشكل الكافي اللي خلينا نقول انها تكون قريبه الشبه بالاسبوع الماضي. تمام. كلام جميل، بنشكرك جدا على هذه التغطية أكيد دكتور محمود، وإن شاء الله يعني نهني بعض بإذن الله بكرة ونيجي كمان نقول صباح النصر زي ما احنا متعودين بعد مباراة رائعة ونتيجة رائعة بإذن الله للنادي الأهلي.